كان يا مكان كان في دكتور شاطر جدا، بس كان طماع جدا جدا. الدكتور ده ما كانش بيرضى يعالج الفقراء، وكان بيتضايق لو جاله عيان فقير وبيعامله وحش ويطرده. إنما بقى العيانين الأغنياء فدول كان بيعملهم كويس ويهتم بيهم، وأحيانا كمان كان بيروح لهم البيت بنفسه، بس كان بياخد منهم فلوس كتير جدا، أكتر بكتير من اللي يستحقها. وكمان كان بيبيع لهم أعشاب وأدوية هم مش محتاجينها عشان يكسب فلوس أكتر. وللأسف الناس كانت بتصدقه وبيروحوا له ويشتروا الأدوية بتاعته. وفي ليلة من الليالي سمع الدكتور خبط جامد على باب بيته في نص الليل، ولما فتح شاف قدامه راجل عجوز بيقول له إنه محتاجه ضروري عشان معاه حالة مستعجلة. وكان الدكتور متضايق عشان الراجل جه صحاه من النوم وفكر يطرده، بس لاحظ إن الراجل ده جاي في عربية فخمة جدا، فقال أكيد الراجل ده غني وهيدفع لي فلوس كتير. فقام لابس هدومه بسرعة وراح مع الراجل العجوز. ولما ركبوا العربية حس الدكتور إن العربية ماشية بسرعة غريبة، بس ما كانش يعرف إن العربية في الحقيقة بتطير، وإنها طايرة بيهم واخداهم ورايحة البيت بعيد موجود فوق الجبل. ولما وصلوا هناك انبهر الدكتور لأنه كان بيت غني جدا، وقال له الراجل العجوز إن الحالة المستعجلة تبقى بنته. ولما دخل الدكتور وشافها لقاها واحدة بتولد، وكانت حالتها صعبة جدا. كانت حالتها صعبة لدرجة إن الدكتور فكر يعتذر لهم ويقول لهم إنه مش هيعرف يساعدها، لكن العيلة كان باين عليها إنها غنية قوي، فقرر الدكتور إنه هيحاول يساعدها، ولو ولدت بالسلامة أكيد هيدوله فلوس كتير. وبالفعل بدأ يشتغل وقعد يطلب حاجات والراجل العجوز يجيبها له، لحد ما الصبح طلع. وأثناء ما هو بيشتغل شاف الظلال بتاعت الست وجوزها، وكانت ظلال تعالب، وعرف الدكتور إن العيلة دي من أرواح التعالب. وأرواح التعالب هي حكاية مشهورة في اليابان، بتقول إن روح التعلب ممكن تلبس جسم إنسان وتبقى شبه البني أدمين بالظبط، بس بيبقى عندهم إمكانيات وقدرات خاصة. والمهم إن الدكتور مهتمش إذا كانوا تعالب ولا بني أدمين، هو كان كل اللي يهمه إنهم يدفعوا له الفلوس بعد ما يخلص. وبالفعل خلص شغله وولدت الست 3 أطفال أجمل من بعض، كانوا كلهم سلام وبخير، وفرحت العيلة بيهم وشكروا الدكتور وقدموا له الشاي. بس لما شرب الشاي حس إن دماغه تقيلة وأغمى عليه، ولما فاق لقى نفسه في أرض فاضية وقدامه صندوق كبير مليان عملات ذهب، وكانت الفلوس دي أكبر بكتير من كل الفلوس اللي كسبها في حياته. وفرح الدكتور بالفلوس، بس قال لنفسه يعني أرواح التعالب المعروفة بالمكر والخداع واللي كانوا ممكن يسيبوني مرمي أو حتى يقتلوني، بقى الأرواح دي تعاملني بكرم وأمانة ويسيبولي الفلوس دي كلها، وأنا اللي جوايا روح إنسان أعمل كده في الناس وأضحك عليهم وأخد فلوسهم. وحس الدكتور إنه مكسوف من نفسه، فتعهد إنه بعد كده مش هيضحك على حد تاني وهيعامل كل الناس بكرم وأمانة.